رمضان على الأبواب، يأتي وتأتي معه الكثير من الأشياء والمنتجات، لكن في العالم العربي خصوصا تأتي معه المسلسلات. فصناعة الدراما تعمل على مدار العام لتعرض إنتاجها في رمضان، لكن أحيانا تتحفز الشهية لدى المنتجين للمواضيع التاريخية فينبشون الدفاتر التاريخية ليجدوا شخصية نعرفها أو لم نسمع بها قط لنصنع منها مسلسلا. لكن من الشخصيات هذا العام المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أحد الولاة في عهد الدولة الأموية. المسلسل من إنتاج تلفزيون أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة يسرد قصة نشأته وحياته وفترة حكمه وتعيينه واليا على خراسان. هذا هو البرومو. يجب أن أخذ الكتاب. أراك تمدح عدوك. معرفة العدو نصف الحرب. لن تأخذني إلى أي مكان. تفرقوا. في الحرب أنا أعتني برجالي بينما تعتني أنت بكرسيك. إذن هو من إنتاج الإمارات، لكن ما إن سمعت عمان أن الإمارات ستصنع هذا المسلسل عن المهلب حتى أقامت ندوة على مدار يومين دعت إليها المؤرخين وبثتها على التلفزيون الرسمي للتعريف بالمهلب وتوثيق نسبه لعمان. وهذا بعض مما قاله مستشار الثقافي عبد العزيز بن محمد الرواس. نحن نجتمع اليوم هنا لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه. التاريخ ليس إرثا لأحد، ولكن الشخصيات تعود لأوطانها ولانتمائها. تمنينا أن تكون جلستنا هذه لمد جسور الحوار مع الآخرين ليكونوا جزءا من هذه الأرض الطيبة التي تحتوي الكثير، ولكنهم تركوا عمانيتهم وراحوا لشيء آخر، تاهوا في الأرض 40 عاما وعادوا الآن مرة أخرى يريدون أن يكونوا عمانيين. فعلى الرحب والسعة، لكن سمي الأشياء بمسمياتها وأعطي الحق لأصحابه في الأعتداء على الأموات ليس من شيم الكرام. المهلب بن أبي صفرة قائد عسكري ساهم في توسيع الدولة الأموية بمنطقة خراسان وتركمانستان في الوقت الحالي، وهو من قبيلة أزد اليمانية. ولد في منطقة دبا، هذه المنطقة الواقعة على الحدود الإماراتية العمانية. فتنقسم دبا إلى جزئين، جزء تابع لمحافظة مسندم العمانية والجزء الآخر لإمارة الفجيرة. لكن بالطبع انعكس الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تخيلوا انعكس بهاشتاجين: المهلب ابن أبي صفرة العماني والمهلب ابن أبي صفرة الإماراتي. إسحاق بن سالم السيابي عضو مجلس الشورى العماني السابق غرد قائلا: أتمنى وقف المسلسل التلفزيوني المخطط له أن يبث خلال شهر رمضان المبارك من قبل إحدى القنوات الخليجية. أقترح تشكيل لجنة عمانية مختصة لمراجعة مسلسل الأحداث والحقائق التاريخية والعلمية والشخصيات التي ستظهر به، لأن التاريخ أثبت وأكد بأن ليس هناك تكملة. بأن ماذا؟ لا أعرف، لكن الشاشة لا تتسع طويل. خالد يقول: المهلب ابن أبي صفرة العماني، هل المسلسل التاريخي مذكور فيه أنه إماراتي؟ لكن هناك من غرد وهو خالد الوصلاوي: المهلب ابن أبي صفرة مسلسل تاريخي لشخصية قيادية في أوج الفتوحات الإسلامية. لم نتوقع كل هذا الهجوم والتجريح من البعض ممن يحسبون على السلطة في سلطنة عمان. في النهاية تتشابك الجذور والفروع ونبقى أحبة مع أهل عمان. ينضم إلي عبر الهاتف من السلط البروفيسور محمد الخريسات، أستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة الأردنية ورئيس جمعية المؤرخين الأردنيين. مرحبا بك يا دكتور. إذن المهلب هو عماني أم إماراتي، أم لا يمكن الجزم على الإطلاق به؟ سيدي، أولا أهلا وسهلا بك. الواقع قبل الحديث عن المهلب بن أبي صفرة لابد من الإشارة إلى الجغرافيا التاريخية، وهي أن المنطقة التي تضم سلطنة عمان اليوم والإمارات وحتى بعض الجزر أيضا الأخرى، هذه جميعها حتى حدود البصرة، وبعض مرات كانت أيضا
تضم إلى ولاية البصرة أو يطلق عليها ولاية عمان. وبالتالي يعني إنه أن المؤرخين السابقين لم يعرفوا هذه الكيانات السياسية اللي موجودة الآن حتى يفرقوا بين هنا وهناك. لكن وفق ما أرى أو في المصادر المتوفرة أن أبا سعيد اللي هو المهلب بن أبي صفرة كان دائما أو عندما قام ابن يزيد بن المهلب بالثورة في أيام أواخر عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك أنه كان يسمى المزوني نسبة إلى المزون. والمزون كان الفرس يسمون عمان المزون. وطبعا طيب. يعني كما ذكرت الجغرافيا لكن يبدو أن الرجل بس عاش ومات في ظل الدولة الأموية وتوفي سنة 700 ميلادية، لم يكن هناك لا جوازات ولا دول ولا حدود ولا هل من فائدة مثلا من هذا الخلاف والبحث فيه؟ هل 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 من فائدة ترجى منه؟ سيدي اولا قبل كمان اشير انه ما ذكرت ايضا المزون قرية من قرى عمان. واقع الامر انا يعني أقول أنه يجب أن يذكر أنه المهلب بن أبي صفرة الأزدي، وكلمة الأزد هي الواقع أنها شاملة لقبائل كثيرة، حتى أحد شعرائهم يعني بيعزي بيقول أنه إحنا نسبنا إلى الأنصار، والأنصار أيضا كانوا يعتبروا حالهم أنهم من الأزد، وأيضا غسان أيضا أنهم كانوا من الأزد. فالأزد قبيلة كبيرة عند العرب، وحتى يعني يزيد بن المهلب عندما كلف بقتال الأزارقة من البصرة لوحدها جمع 5000 مقاتل من قومه. ويزيد بن المهلب لما أنه في معركة العقر كان يتمنى لو أن أقاربه اللي موجودين بخراسان وربما أنهم بلغوا 100,000 إنهم قاتلوا معه في معركة العقر. فالواقع نعم. إنه يعني إنه التشبث نقول والله إنه هذا من هنا من هنا، فالحل الأمثل الأزدي، وهي نعم. بتكون يعني الصورة الواضحة تماما لهذا الأمر. عبر الهاتف من صلت البروفيسور محمد الخريسات أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأردنية ورئيس جمعية المؤرخين في الأردن. غدا عطلة، بعد غد عطلة الاثنين يوم عمل جديد سألقاكم به في مثل هذه الأوقات في ترندينج. إلى اللقاء.